هو احنا رحنا في داهية ولا انا مش تهيألي؟ بص، هو احنا لسه ما رحناش في داهية، بس اوعدك هنروح. يبقى درويش هيخر مش كده؟ بص، وعلى حسب معلوماتي ما خرجش قبل كده، بس الحقيقة ما جربتوش في امن الدولة. يا نهار اسود، طب افرض اتغابوا عليه جامد يعني؟ ده هو عارف ان احنا هنا. بص، هو كل اللي يعرفه ان احنا في الفيوم عند ام بتاع، بس فين في الفيوم الله اعلم. ده على اساس ان في ميت ام بتاع في الفيوم يعني ولا ايه؟ بص، هو انت تخف ايدك وتشد حيلك وتضرب لنا الفيستين بتوع كليه، خلينا نقلع من هنا. ماشي. بس للقعده عندك، القعده لما تطول خليفة. ايه في ايه؟ مين الناس اللي قاعدة معانا دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حد قاعد معانا؟ زي ما يكون في نفرين قاعدين معانا. تاخدش ببالك، انا اسمع ان المكان ده مسكون. مسكون؟ طمنتني. كنت الآن يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا، مسكون. مسكون. يالله، احنا ونصيبنا. زي ما يكون حد سلم عليا. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.